الحاجات دي. سيادة اللواء حضرتك، هل في اي قانون يحمي الكونتنت، يحمي المحتوى اللي بيتم سرقته من الموبايلات؟ يعني انا النهارده عندي صور على موبايلي وحد سرق الصور دي، او موبايلي راح يتصلح اي حاجه يعني، والصور دي بتاعتي انا ظاهره فيها لوحدي وحد استخدم هذه الصور، هل في حاجه تدينه؟ طبعا. ايه يا فندم؟ هقول لحضرتك حاجه، حتى لو الصور عاديه، يعني هل في قانون لعدم تداول الصور؟ بصي، بالنسبه للمواجهه التشريعيه او المواجهه القانونيه لكل عمل غير مشروع او غير امن او مخالف او غير منضبط على شبكه الانترنت، في عده قوانين هنا داخل جمهوريه مصر العربيه يتم تطبيقها وتتبع المجرم والاخذ وتقديمه للاعداد. نمره واحد، عندنا قانون الاتصالات، انا بقولهم كده سريعا، حمايه حقوق الملكيه الفكريه، قانون التوقيع الالكتروني، قانون العقوبات العام، قانون الطفل المعدل، وشويه قوانين هذه. وبعدين عاوز اشير نقطه مهمه قوي، خلاص احنا على وشك وذن اسبوع بالكثير قوي ان شاء الله هيصدر قانون شامل لمكافحه جرائم تقنيه المعلومات او لمكافحه الجرائم التكنولوجيه. اي انسان اللي هو دخل عند حضرتك وقدر يعمل اختراق تمام للاكونت بتاع حضرتك او للموبايل بتاعك، فده يعتبر تدخل غير مشروع في مكان مش بتاعه. ده ما دخلت بيت حضرتك، مش كده؟ اعتبر دخلت البيت، طالما حضرتك ما فتحتليش الباب ودخلت تمام كده، ابقى انا اعتبر راجل مش كويس، يبقى انا دخل من الشباك. اللي دخل دون اذن من حضرتك وتمكن من الحصول على بعض الصور والمعلومات الخاصه بحضرتك فهو مخترق للاكونت بتاعك ولتليفونك، وبالتالي يعتبر في حكم الهاكرز بناء عليه او الهاكرز الالكتروني، بيتم تطبيق العقوبه عليه، ودي مفروضه كده. ودي بقولها لكل مواطن. حضرتك قلت نقطه مهمه قوي يا جماعه، طالما انت معاك لابتوب، تملى معاك موبايل ومتصل كونكتد بشبكه الانترنت والسوشيال ميديا، السوشيال ميديا، فان نسبه الامان زيرو زيرو. مهما اتخذت من اجراءات فنيه واحتياطيه، ما تحطش حاجه ليها خصوصيه معينه ممكن تتمسك عليك، ممكن تتمسك. ده في ناس حضرتك اكتر من كده يا دكتور، بتروح عند الراجل بتاع التليفونات بتقول له انا عاوز تليفون بتاع بنات، اشتري تليفون قديم مستعمل بتاع بنت، زي ما الراجل قال يقول يعني عشان ياخده. في برامج او لساتك، انت قبل ما تبيع التليفون مثلا، قبل ما تبيع التليفون بتاع حضرتك بتاخديه تقومي تعملي ديليت لكل الكلام، اعمل اعاده فرمات ضبط مصنع حضرتك، بس ده اقل حاجه. في سوفت وير دلوقتي، في سوفت وير يعني ريستور للكلام ده كله لسبع مرات، لو لغيتيه ثلاث اربع مرات يقدر يرجع الصور دي تاني. فالهاكرز دلوقتي جامدين جدا جدا، في تكنولوجي جامد جدا، لازم ابعد. بقولها لكل ولاد، ده اوعى تثق في اي انسان فريندز جديد عبر الانترنت والسوشيال ميديا، اوعى تحط اي صور او اي معلومات خاصه. ده في مواقع للاحتيال، انا كاتب الكتاب ده في الكتاب، للزواج الالكتروني زي ما قال عليها الدكتور، يعني واحده بتتعرف بواحد، مواقع لتسهيل الزواج يتم فيها النصب على ودن حضرتك، نصب غير عادي جدا.